مرحبا أعزائي، برحب فيكم مجددا على الفريجرنس هوليك ليبانون بيروت فريجرنس باشون. كل شخص جديد على القناة بتمنى له يعمل سبسكرايب. موضوعنا اليوم رح يكون عن عطر من شركة أرماف. العطر هو أرماف بوا نوي، يعني بوا يعني بتعني الخشب باللغة الفرنسية، ونوي يعني الليل. أوكي، هذا هو العطر، وال full presentation تجي بهذا الشكل. اوكي، رح نحكي سريعا العلبه. انا سبق ورجعت البوا الاساسيه، بوا لوكجوره بيقولوا لها، تقريبا نفس العلبه. اوكي، من قدام اسم العطر بوا نوي، من هون لوجو الارماف، من ورا ستيرلينج اللي هي الشركه الاساسيه، من تحت معلومات مع تاريخ الاصدار عندي 2018. تفتح العلبة بهالشكل، سحب هيك لفوق، العطر بيجي هذا الشكل. اوكي، العلبة بتحسوها عن بعيد، بتقولوا اوف شو على العلبة، بس تمسكوها بايدكم بتحسوها من الكرتون الرقيق، يعني من الكرتون المايع او شيء، منا الكرتون السميك من جوا مثل ما شايفين كيف هي. اوكي، بيجي هذا بالنسبة للعلبة. اوكي، بس منا عطلة يعني. القنينة كشكل حلوة، بيجي مثل البوا الأساسية، بينما هون تجي مدهونة لون أحمر. الخشب هذا بيجي خشب مزبوط. أوكي، الغطا بيجي معدني، في وزن كتير عليه لوجو الأرماف من فوق. أوكي، بيجي بهالشكل. نفس المشكلة بالسبراير، وقت ترشوا العطر بس تطلع البخة بيجي عطر على الحديدة وبينزل على الخشب وعلى الازاز. بده يكون على طول معكم منديل، كل ما ترشه يعني عم بروح كمية من العطر هدر. اوكي، والمشكلة بهيدا انه هيدا مدهون لون بويا لون احمر، بيجي العطر هون على الخشب مع الكحول اللي فيه بحل اللون، فإذا ما انتبهتوا بصير بيطلع اللون الأحمر على إيديكم وبتجوا حالكم بويا. أوكي، فبدكم تنتبهوا. السبراير هيدي مشكلته. أوكي، ما كان لازم يعلو شوي السبراير أكتر، يكون أعلى، كان يمكن يزبط معهم أكتر. بما يعود لتركيز هذا العطر، فهو تركيزه أودو تواليت، وساعة الزجاجة تجي 100 ملي. اوكي، الريحة هيدا عطر بيتمحور حول البهارات والفانيلا مع افتتاحية فريش الى حد ما. عنا الجريب فروت، نعنع، فلفل زهري، برجموت بالافتتاحية، عنا قرفة، زنجبيل، جوز الطيب والخزامة بالوسط، وبالقاعدة اللي هي أكتر نوت هيك بتحسوها موجودة بالقاعدة، الفانيلا هي النوت الأكتر شي مسيطرة، عندنا الباتشولي، العنبر، الأرز، ونجيل الهند. هذا القطر بيتراوح تقريبا في مكان ما بين ال 1 مليون كولوني اللي هي مش موجودة عندي، ما عندي إياها أنا، بس شي ما بعرفها، وال 1 مليون الأساسية الأوضة تواليت ال 1 مليون معروف، العطر اللي بغنى عن التعريف. عطر كتير بيشبه ال 1 مليون خاصة بالقاعدة العطرية، لدرجة انه في يكون بديل عن ال 1 مليون. اوكي، افتتاحية شوي غير، بس انه اخر شيء بيوصل بصير ريحته كتير قريبة من ال 1 مليون. اوكي، هلا في بعض الناس بيقولوا انه في شبه ل ايف سان لوران لانوي دولوم، انا ما لقيته هالشبه موجود ابدا، ما له علاقه بلانوي دولوم. عطر فريش بالافتتاحيه من خلال الحمضيات والنعناع، الخزامه، الزنجبيل، وبيتحول الى سويت من خلال الفانيلا بالقاعده العطريه، وبصير قريب كتير ل 1 مليون من باكو رابان. اوكي، هذا بالنسبه لريحه العطر وال برزنتيشن تبعه اللي هي مقبولة. اوكي،
بالنسبة لصابات هذا العطر، صابته في اعتبره جيد إلى جيد جدا، عم بيعطيني 6 ساعات صابات بكل سهولة بكل راحة، 6 ساعات، وأول ساعة ونص فواحين جيد كمان، كل اللي حواليكم رح يلاحظوكم ورح يشموا الريحة الحلوة. بالإطراءات جيد جدا، مع كل لبسة في إطراء، وبشكل خاص من الصبايا الحلوين والسيدات اللي إجمالا بحبوا هالنوع من العطور وبتعجبهم هالنوع من العطور، فرح تاخدوا عليه إطراءات يمينا وشمالا. أوكي، تقريبا نفس مثل الوان مليون يعني. أوكي، الفصول فينا نستعمله، بيصلح لكل أيام السنة كل الفصول، بس الأفضل الابتعاد عن أيام الحر الشديد، يعني ما نلبسه هذا العطر ونظهر بأشعة الشمس بشهر آب مثلا، أكيد ممكن يصير مزعج. سعره مفروض يكون سعره يتراوح بين $25 و$30، مش أكتر من هيك، يعني أكتر من هيك حرام ما تشتروا هذا العطر، ما بيستاهل أكتر من $30. أوكي، هذا بالنسبة لأرماف بوا نوي، عطر حلو ومعقول بجيب الإطراءات، مشكلته بس بالسبراير، لو كان أحسن من هيك، وما كل ما نرش بدنا يتسرب العطر على الزجاجة وعلى الخشب ويحل اللون ويطلع. انتبهوا، هذا اللون بحل وبصيروا أصابعكم لونهم أحمر. أوكي، هذا مشكلته بس. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوا تتابعوني، تعملوا سبسكرايب، ونشوفكم بفيديوهات جديدة.